الوضع يا جماعه الجمال ده يعني البلاد الثانيه هي اللي باينه. هات كرسي وتعالى علقه. والله احنا يعني المعارض كتير جدا في نوفمبر وقبل نوفمبر، يمكن اخر حاجه كان معرض اللي هو الويدنج ده كان في القاهره الجديده، عملنا في شغل كويس جدا وكان عندنا يعني حاجات متميزه طلب عليها طلبات كتيره، وفي معرضين تاني جايين ان شاء الله هندخل فيهم، واحنا على طول يعني بندخل في المعارض لان في طلب على المنتج بتاعنا، وده بيساعد الحقيقة على بدل ما بنوفر 500 فرصة عمل نوفر 1000 فرصة عمل 2000 فرصة عمل. واحنا دلوقتي بصدد ان احنا بنعمل مصنع كبير في برج العرب، بس نستلم الارض من محافظة الاسكندرية، وهيبقى فيه مش اقل من 1700 نول سجاد وكليم ومنسوجات كمان، وده يعني هيبقى فيه مش اقل من 5000 عامل وعامله بيشتغلوا فيه. لا هو طبعا السجاد عندنا اسعاره ان شاء الله يعني جميله جدا، وده يعني اثباتا لذلك الناس اللي بتشتري من عندنا والطلبات اللي موجوده عندنا. احنا تقريبا يعني بنسبه 90% الانوال اللي عندنا بتعمل تصنيع مطلوب، يعني احنا اسعارنا مش غاليه. طبعا انت عارف ان في 49 عقده و45 عقده و16 عقده و45 عقده، ما اقدرش اقول لك سعر لان في تنوع وفي حاجات كتيره، لكن بصفه عامه احنا عندنا المنتج جيد جدا وبننتجه وبنصممه بشكل دقيق جدا، والعقده بتطلع يعني كما قال الكتاب يعني، فده اللي انا اقدر اقوله لك.